إنا إليه وإنا إليه راجعون. يعني رحل الولد الشقي، يعني صاحب الدم الخفيف الوسيم، يعني الجميل نجم الكوميديا ونجم السينما في مصر، رحل اليوم حسن يوسف. الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا، يعني عن عمر ينازه 90 عام، تاركا خلفه أرسا فنيا غنيا وعائلة تعبر عن الحب والفخر بإنجازاته. وإذا يعتبر حسن يوسف أحد أبراز نجوم السينما والدراما العربية، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في قلوب كل من يعني شاهده في الوطن العربي ومصر. يعني منذ ساعات قليلة يعني علمنا بخبر وفاته، نجلو أعلن خبر وفاته بعد عمر ينازه 90 عام. يعني هنقول لحضراتكم احنا دلوقتي في انتظار، مشاهدينا الكرام، مشاهدي تليجراف مصر في كل مكان، في انتظار وصول جثمان الفنان حسن يوسف. هنقول لحضراتكم يعني ابرز الاعمال للفنان حسن يوسف، يعني هو من ابرز نجوم السينما والدراما في العالم العربي والوطن العربي، حيث تميز بادواره المتنوعه التي تركت بصمه واضحه في تاريخ الفن. طبعا بدأ مسيرته الفنية في الستينات، حقق نجاحات كبيرة في العديد من الأفلام والمسلسلات، كما تميزت أعماله بالعمق الواقعي مما جعله محبوبا طبعا بين الناس ويعني المشاهدين. وعلى مدار طبعا يعني 5 عقود استطاع حسن يوسف أن يخلق لنفسه مكانة رفيعة في قلوب معجبينه من خلال أدواره الكثيرة التي تتنوع بين الكوميدي والدراما، وكان لها دور فعال في تعزيز الفن المصري والعربي بشكل عام. طبعا يعني كان ايضا الفنانة شمس البارودي نعته على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات حزينة ومؤثرة جدا. طبعا في اول كلام ليها عبرت شمس البارودي عن حزنها العميق وفقدانها لحبيب عمرها، حيث قالت: حبيبي كان اكرم واحن راجل، راح لحبيبه عبد الله وراح لرب كريم وحنون. عبد الله ده ابن الفنان حسن يوسف التي يعني رحل منذ عام بسبب يعني كان مات غرقا في احد المناطق والبحار في الساحل الشمالي. طبعا يعني كانت برضو منتشرة وصية الفنان حسن يوسف قبل ما يموت. ترك حسن يوسف وصية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، كانت وصيته تدور حول أهمية الأسرة والمحبة، وأكد على ضرورة الحفاظ طبعا على الروابط العائلية. والسعادة الحقيقية تكمن في العيش بسلام ومحبة بعيدا عن متاعب الحياة. يعني دي كان كلمات أو وصية حسن يوسف، أن العائلة تكون مترابطة ويكون الحب دائم ما بينهم. دي وصيته قبل رحيله عن عالمنا منذ ساعات قليلة. طبعا هنقول لحضراتكم عن الوسط الفني ينعي الفنان حسن يوسف، وايضا يعني فنانين يعني المتواجدين في مهرجان الجونه، ايضا من مهرجان الجونه نعوا الفنان حسن يوسف بعد طبعا وفاته على طول. يعني مكملين مع حضراتكم، قلنا يعني الوسط الفني حزين جدا على يوسف حسن يوسف عفوا. يعني ايضا شريف رمزي نعاه وهو في الجونة، نعاه بكلمات مؤثرة، يعني فقدنا بكلمات مؤثرة، فقدنا شخص غالي على روحنا كلنا، ربنا يرحمه ويغفر له ويكون مسواه الجنة بإذن الله. احنا منتظرين لوصول جثمان الفنان حسن يوسف هنا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. من حضراتكم عن ابرز الاعمال اللي يعني اشتغلها الفنان حسن يوسف.
طبعا شكل ثنائي فنان على الشاشة، وشارك معا في عدد من الأفلام منها الجبان والحب، كفاني يا قلبي، دموع بلا خطية، مراهقة من الأرياف، القطط السمان، الطيور المهاجرة، والزوج السعيد. طبعا في حياته الأخيرة طبعا بدأها من الستينات، رحلة الفن لحسن يوسف ابتدت من الستينات وانتهت يعني منذ أعوام قليلة باحتزاله للفن. يعني هو كان قايل في تصريحات قبل وفاته عن احتزاله للفن، قال لك أنا عايز أكدس حياتي لأولادي وزوجتي، وإن أنا أقعد معاهم في بيت واحد ونقعد مع بعض. دي كان احتزال الفنان حسن يوسف رحمه الله. اتمنى من حضراتكم الكثير من الدعاء للفنان حسن يوسف. يعني ربنا يرحمه، ونطلب من الله عز وجل أن يتغمده بكامل رحمته الواسعة، وأن يدخله فسيح جناته بإذن الله، وأن يعطي كل الصبر والسلوان للفنانة القديرة طبعا شمس البارودي ونجلها يوسف حسن يوسف. بهذا القدر مشاهدين متابعي التلجراف مصر في كل مكان، انتهينا مع حضراتكم، كان مع حضراتكم مكاريوس كرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.